لا لا، انا هقعد وهربع اصلا. احنا فاضيين؟ اوكي. هاي بنوتات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. فيديو جديد، وفيديو النهارده هكلمكم عن منتجات ما بستغناش عنها في فصل الشتاء. حابه بس اقول لكم قبل ما ابدا الفيديو، لو عايزين تشوفوا اي ريفيوهات او اي حاجه عن اي منتجات هتلاقوها دايما موجوده في ريلز كامله على انستجرام. بنزل لكم تقريبا كل يوم ريلز بموضوع معين بفكره معينه، فبجد روحوا شوفوا الريلز ديت، هتستفيدوا جدا من منتجات حلوه جدا، حتى مشتريات او حتى حاجات جديده بجربها الفتره ديت. نبدا بقى في الموضوع على طول. اول حاجه او اكتر حاجه ما بستغناش عنها حرفيا في فصل الشتاء هي زبده الشيا. انا عندي ادمان فظيع يا بنات مع زبده الشيا. بصوا، يعني دي كده تقريبا داخله في سنه وخلاص بتخلص، واوريدي يعني لازم اجيب منها في الشتاء، انتوا فاهمين. اول حاجه استخدمتها زبده شيا اسمها ايه؟ استنى هقول لكم دلوقتي. نيفرتاري، زبده شيا نيفرتاري، كان ب 244. انا فاكره السعر كويس جدا جدا جدا. حجمها كان كبير بس كانت بصراحه غاليه جدا، اللي هو 244 يا جماعه، 250 جنيه ليه؟ تمام. ف بدات ان انا ادور على بديل ارخص، فلقيت بتاعه افريكانا ام بي سي، حلوه قوي قوي برضو، عجباني. دي كلها بسعرها كان 80 جنيه، وطلبتها اونلاين من صيدليات سيف، فحلوه قوي 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 كمان. فان شاء الله برضو خلاص دي خلاص بتخلص، فمش هتكمل معايا اصلا تاني. برطب بقى بيها بعد ما اعمل شعري اطراف كده، الشعر تديله شكل حلو وناعم. بعمل بيها ماسكات كويسه جدا للشعر، كمان بستخدمها في ترطيب الجسم في الشتاء، كمان لما بجد تكون ضوافري او الحتت اللي حوالين الضوافر والشفايف بايظه خالص، انا ما بلجاش لاي حاجه في الدنيا غير زبده الشيا دي، فحلوه قوي قوي، ما يعديش الشتاء كده غير لما استخدمها. فاهم؟ كنز كنز يا بنات، جربوه هتحبوه، هتستفادوا جدا من وجودها اصلا في حياتكم. الحاجه اللي بعد كده وجربتها مؤخرا، وهو الشاور سكراب دوت من كامينا. تمام، كنت قلت لكم ان انا هشتري او يعني هجيب شاور جديد عشان الشاور اللي انا كنت بستخدمه خلص، فهو ده الشاور اللي كنت عايزه اجيبه، وجبت كمان منه كده عرض، فهتلاقوا طبعا الكلام ده كله هناك على الانستجرام في المشتريات بتاعتي والريلز اللي المفروض نزلت. ف حلو قوي قوي ريحته بقى، نيجي بقى لريحته. ريحته بقى يعني يا خبر ابيض، ريحته رمان. عارفين كده الطبق الرمان اللي بيبقى عليه سكر؟ شوفوا بيبقى عامل ازاي، هو ده. مع ان انا ما باكلش رمان اصلا وبحبش الرمان، بس يعني ريحته، يعني لا لا لا، ريحته حلوه قوي قوي. فاللي هو شاور وسكراب في نفس الوقت، فما باخدش وقت كتير في التويلت اصلا، ان الجو بيبقى الشتاء، اللي هو انت عايزه يعني كده يعني وتبقي بره، فمش مستحمله تقعدي لسه تعملي بقى كل اسبوع شاور وسكراب. فده كان اختراع بصراحه حلو قوي 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 كمان، بس ده مش الريفيو بتاعه النهائي. تمام. برضو من الحاجات اللي انا بحبها جدا في فصل الشتاء وما بستغناش عنها، وكل شتاء لازم يبقى موجود عندي، هو الكريم دوت من لونا، تحفه جدا جدا في ترطيب الايد. ريحته انا بعشقها، بحس كده ان لما بيجي بالليل ببقى خلصت كل الحاجه اللي ورايا، واحطه كده على ايدي وافضل شامه كده ريحه الكوكو باتر او زبده الكاكاو. وكمان بصوا ترطيبه، بصوا الكريم اصلا عامل ازاي، وما بياخدش وقت خالص عشان يتشرب. ريحته بالنسبه لي حلوه قوي 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 كمان، وبحبها، وطبعا سعره رخيص، فمن احسن الكريمات اللي انا بحبها وبحب استخدمها جدا جدا في الشتاء. تقريبا سعره 20 حاجه كده يعني، فحلو قوي. برضو من الحاجات برضو اللي بحبها قوي وتديني كده، عارفين لما بتحسوا تحبوا تغيروا في الاجواء بتاعتكم ما بين الفصول او كده، انا كده جدا. تمام، بحس كده باختلاف او بتغيير او بكسر الروتين او الملل، فبحب قوي قوي في الشتاء استخدم المخمريات الشرقي او العطور الشرقية اصلا. فبحب قوي استخدم المخمريات ديت، دي بقى بالنسبة لي يعني اختراع. طبعا هي خلصانة بس لسه فيها الباودر بتاعتها كده، حلوه قوي قوي، احسن مخمريه في الكون انت ممكن تستخدميها، بنصحك بها جدا جدا جدا. بس انا مش عارفه تجيبيها فين من هنا بصراحه، مش عارفه.
يعني لو عرفت مكان بيبيعها اكيد هقول لكم تمام، بس عايزه جسمك يفضل بالايام او باليوم والاثنين عشان نبقى اكشلي صراحه مع بعض. هاتيها تمام، دي شكلها اهيت. برضو من الحاجات اللي ما بستغناش عنها في الشتاء هي الزيوت الطبيعيه، سواء بقى للبشره للجسم، بترطب الجسم، بترطب البشره، بترطب الايد، الصوابع، الضوافر، الشفايف، الحواجب. بصوا حرفيا انا الزيوت الطبيعيه في الشتاء انا ما بستغناش عنها تمام. فعندي مثلا دلوقتي، انا كنت السنه اللي فاتت جايبه، هو الزيوت الطبيعيه بتقعد معايا تقريبا بالظبط لو انا حسبتها بالسنه، يعني السنه اللي فاتت كنت جايبه جوجوبا وبذور عنب وزبده شيا وكوكونات و بس كده تقريبا تمام. فالحاجات دي اغلبتها خلاص بتخلص من عندي او خلصت اوريدي من عندي. فزيت حبيت ان انا اجرب بقى بتاع امتنان المره دي بتاع الكوكونات اويل، ريحته حلو، انا بحب جدا زيت جوز الهند اللي بيبقى بريحه على فكره، فحلوه قوي قوي قوي، ومن اكتر الحاجات اللي ما بستغناش عنها في فصل الشتاء. برضو على سيره الزيوت، من اكتر الحاجات اللي ما بستغناش عنها في فصل الشتاء الزيوت الطبيعيه حرفيا، اللي هي الزيوت المعطره اقصد. ده فانيليا وده عود، ما بستغناش عنهم. تحطيهم بقى في اماكن النبض، هنا 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 عند السرة، واحد في التويلت، واحد في الأوضة، هتخلي ريحة جسمك بالايام بقى ده بالذات حلوة قوي قوي. وسعر الزيت الواحد ما كلفكيش 15 جنيه، فحلو قوي، وهيقعد معاكي على فكرة كتير، يعني الازازتين ب 30 جنيه مثلا، والازازتين سنة تقريبا، هيقعدوا يمكن معاكي اكتر من سنة كمان. برضو من اكتر الحاجات اللي انا بحبها موت، يعني الشتاء كده يهل عليا اروح مطلعه، انسا ستورز، يعني بجد الشتاء بالنسبه لي هو ده تمام. غير طبعا كام بارفانت كده تاني هكلمكم عنهم اوريدي، بس شتاء يعني انا بالنسبه لي اشمه، انا شامه كده دلوقتي ريحه المطر، ريحه الغيوم، ريحه كل حاجه تخص الشتاء، حمص الشام، الحلبسه، ايه ده، حمص الشام هو الحلبسه، السحلب. فدخلت الشتاء عليا هو ان ذا ستارز، ريحته تقيله فخمه رايقه. بس لو انت مش بتحبي الروائح التقيله، لا 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 لا، مش هيعجبك، مش هتحبيه اصلا. برضو من الحاجات اللي انا بحبها جدا وبحب استخدمها في فصل الشتاء هو الغسول دوت، علشان اسمه الاول هو ده من هيمالايا، حلو قوي، مرطب للوجه اصلا بالصبار، فما بينشفليش خالص بشرتي، وخصوصا ان انا بشره جافه، من اكتر الحاجات اللي بحبها. طبعا سعره رخيص، فبالنسبه لي اوبشن حلو جدا او اختيار حلو جدا ان انا استخدمه، فحلو قوي قوي وبحبه، وبحب كمان استخدمه بالاخص برضو في فصل الشتاء. احنا اتكلمنا ان الفيديو دوت بس الحاجات اللي انا بحبها في فصل الشتاء، او اللي اول لما يجي الشتاء بطلعها وببدا ان انا استخدمها. برضو من الحاجات اللي انا بحب استخدمها جدا جدا في فصل الشتاء هو الفازلين، سواء بقى من عند العطار، سواء من اي مكان انت بتجيبيه، انا برطب بيه ايد ورجل وركب وكعين، بس كده، ده استخداماتي للفازلين. احيانا بقى احط معاه كده اي نوع زيت عطري يديله ريحه، احيانا استخدمه كده زي ما هو. بس من اكتر الحاجات اللي انا بحبها جدا 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 في فصل الشتاء وبتفرق معايا قوي كمان، فبجيبه على طول بصراحه. واللي كان بالنسبه لي اكتشاف يا كوتش يعني الشتاء ديت او الفتره ديت هو الكريم دوت من هيمالايا برضو. الكريم ده ترطيبه يا بنات خطير، يعني انا ما كنتش متخيله ابدا ترطيبه كده وسعره كده، فاللي هو لا لا لا، انا لما حبيت ان انا اجربه كان عندي فعلا حق 100% ان انا اجربه. بص هو مكتوب عليه ان هو للبشره، بس انا بصراحه لغايه دلوقتي لسه ما استخدمتوش للبشره، انا كل دوت بستخدمه لترطيب الجسم، ف مش عارفه هو يعني هجربه للبشره وهقول لكم ده كان ينفع، هيحسس، هينفع لانهي نوع بشره، انا مش عارفه بالظبط، عشان اديكوا حاجه كده صادقه زي ما انتم اتعودتوا مني. بس للجسم خطير، ترطيبه حلو قوي قوي. ده 50 مللي تقريبا، كان سعره 15 جنيه او 17 جنيه حاجه كده في السكه ديت، فحلو قوي 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 وعجبني. وهقول لكم برده على موضوع البشره دوت. بس كده يا بنات، دي كل الحاجات اللي انا بحب استخدمها في فصل الشتاء. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو انت اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي، هتتبسطي عشان تشوفي كل الفيديوهات بتاعتنا.
ريفيوهات والدلع بقى بتاع الشتاء وروائح الشتاء. وكمان ما تنسيش تدوسي لايك عشان تشجعيني انزل على طول فيديوهات اكتر واكتر واكتر، واشوفكم اكيد في فيديوهات جايه كتيره. باي باي.